الآن في هاي المجموعة من السلايدز ححكي عن لما يصير عندي انتربت. هلأ في إشي بسموه context saving. الكونتكست سيفنج المقصود فيه إنه بدنا نعمل سيف للكونتكست اللي كان واصل إلو السي بي يو أثناء تنفيذ البرنامج. شو المقصود بالكونتكست؟ كونتكست بيشبه فكرة جو النص، إنك أنت لما تكون تحكي مع ناس في موضوع وبيجي حدا بيقاطعك بيعمل لك انتربت، فبدك لما تيجي تعمل هاندلنج الانتربت وترجع تحكي مع الناس انه تضلك بجو النص، انك محل ما كنت موصل بالحكي في بعض الاشياء تعاود تتذكرها. نفس الشيء السي بي يو في كونتكست، في something should be kept، في بعض الفاليوز لازم يكون حافظهم السي بي يو. ليش؟ فلنفرض ان السي بي يو كان قاعد بعمل عملية جمع وبعمل عملية حسابية وكل النتيجة عم تتخزن بواحد من الريجسترز، فلنفرض اي ادرس اللي هو الادرس 20، قاعد بعمل عمليات وكل النتيجة عم تتخزن بالادرس 20. فجأة اجى انتربت، راح السي بي يو يعمل هاندلنج للكود الانتربت. كود الانتربت لما اجى بالاي اس ار ضرب قيمة الادرس 20، عدلها، كتب فوقها، لغاها. فلما يرجع السي بي يو لمحل ما كان موصل بالكود وبده يكمل العمليات الحسابية اللي كان عاملها على الادرس 20، حيلاقي قيمة الادرس 20 تغيرت. فهون انا بحتاج لكونتكست سيفنج، خزن الكونتكست، خزن الادرس 20 بمكان معين لما يجي الانتربت مشان الانتربت ما يخرب لي هاي القيمه. اذا متى بحتاج الكونتكست سيفنج؟ الكونتكست سيفنج مش دائما بحتاجه، بحتاجه بالحاله التاليه الوحيده. كونتكست سيفنج از نيدد ان كيس يو ورك on a register and when the interrupt arrives it destroys the value of that register. لما تكون انت شغال على ريجستر محدد ويجي الانتربت يخرب لك هاي القيمه، لازم اعمل كونتكست سيفنج، لازم اخزن هاي القيمه. هلا الكونتكست سيفنج بكل بساطه في بنيجي بنعمله ستور ذا فاليو ات ذا بيجينينج اوف انتربت كود and retrieve it before end of interrupt. هاي هي الفكرة الأساسية فيه، بنخزن القيمة في بداية كود الانتربت وقبل ما أرجع بسترجعها، قبل ما أرجع من كود الانتربت بسترجعها، تمام؟ فهاي هي فكرة الكونتكست سيفنج. هاي الكونتكست سيفنج راح يصير بواحد من ثلاث أشكال، هي نفس الأيديا بس وبنعملها بس في حاله واحده، انه في ريجستر، في عندي شيء معين انا شغال عليه، بيجي الانتربت بيخرب لي اياه، بدي لما ارجع هاي القيمه تضلها موجوده، ما بدي الانتربت كود يخرب لي اياها. فانا شو بساوي؟ باجي بخزنها مكان وقبل ما ارجع برجعها. في بدايه الانتربت بخزنها، قبل ما ارجع برجعها. نشوف كيف بدنا نتعامل معها. الاي اس ار وهي الريتيرن فروم انتربت. في عندي ثلاثه كيسز، اول شيء للوركينج ريجستر، وفي عندي لاني other register، وفي عندي كمان special case اللي هي status register. أبدأ بالمور general case بعدين بحكي عن exceptions. for any register except the working register وال status register بنعملها كالتالي، هاي ال ISR وهي return from interrupt. الفكرة بكل بساطة store the value at the beginning of the interrupt، بتخزن ال value at the beginning of the interrupt وقبل ما نرجع نعملها استرجاع. كيف بدي اخزنها؟ افرض اني for any register example ال address 20، انا ال address 20 انا بدي احتفظ في قيمته، فشو بعمل؟ بدي اخزنه في مكان move f 20 working و move working file temp. اذا خزلت
خزنت القيمة بالادس 20 بتم في بداية كود الانتربت. هلا هون يفترض انه في كود that modifies الادرس 20. في عندي كود بخرب لي القيمة اللي بالادرس 20، فانا خزنتها بالتمب قبل ما هذا الكود يعدل لي القيمة بالادرس 20. هلا الان بدي ايش اساوي؟ استرجعها، فموف قبل ما ارجع من الانتربت، موف اف تمب للوركينج وموف وركينج تو فايل 20. اذا خزنتها بتمب وقبل ما ارجع استرجعتها. اذا هذا لاي ريجستر باستثناء الوركينج ريجستر والستاتس ريجستر، هم اكسبشنز. طب الوركينج ريجستر شو بيختلف؟ بدل ما اسويها بتو ستيبس كالتالي، موف وركينج تو فايل تمب، مش بضطر اخزنه بالكيشن، فهو مباشره بخزن الوركينج بتمب، وقبل ما ارجع بقول موف اف تمب للوركينج، فخزنت الوركينج بتمب ورجعت التمب على الوركينج قبل نهايه اللي هو الانترنت. هلا الستاتس هو الوحيد الاكسبشن كيس. لاحظ كيف بنعمل هاي الاي اس ار بالنسبه للستاتس ريجستر، هاي الاي اس ار وهي الريتيرن from interrupt. نشوف كيف بدنا نتعامل مع الستاتس ريجستر. نتعامل معه بالطريقه swap اف ستاتس للوركينج. لاحظ ايش بتعمل هاي instruction؟ بتيجي على الستاتس ريجستر بتبدل 4 بت ب 4 بت وبتحطه بالوركينج. الان وموف working to file temp، عملت سواب الستاتس 4 بت ب 4 بت، حطته بالوركينج، بعدين حطت الوركينج بالتمب، وقبل النهايه بنعمل سواب اف تمب وركينج. عملت سواب للوركينج وحطته بال، عملت عفوا سواب للتمب وحطته بالوركينج، بعدين موف وركينج تو فايل ستاتس. طبعا ليش ما عملناهوش بالطريقه الجنرال؟ ليش ما حطيت هون بدل سواب اف ليش ما حطيت موف اف ستاتس للوركينج؟ السبب انه الموف اف بتاثر على الفلاج، الموف اف بتاثر على الفلاج اللي موجود بالستاتس. فلو انيشيلي كانت الستاتس قيمتها صفر، لما اجي اعمل موف اف راح تخرب لي الفلاجز اللي موجوده بالستاتس. وانا كان الهدف من هاي الخطوه اني احفظ قيمه الستاتس از ات از قبل ما صار الانتربت. فانا بهاي الطريقه بعمل كونتكست سيفنج. اذا الكونتكست سيفنج بعمله فقط اذا كنت الكود تبع الانتربت بخرب لي قيمه وبدي اياها لما ارجع من هذا الانتربت. بعمله بواحده من ثلاث طرق، لكل الريجسترز بعملها بهاي الطريقه، للوركينج بعمله بهاي الطريقه بخطوه واحده، للستاتس بعمله باستخدام السواب انستركشن. اذا هذا اللي هو بنسميه كونتكست سيفنج. اخر موضوع بالنسبه للانتربتس، ايش حيصير اذا كان عندي مالتيبل انتربتس؟ فلنفرض انا في كودي عامل بتعامل مع ثلاث انواع ولا اربع انواع من الانتربتس. هلا احنا حكينا في هاي الماده انه عندي سنجل انتربت فيكتور، يعني لو انا كنت عامل ثلاث انواع انيبل ثلاث انواع من الانتربتس، كل الانتربتس مين ما صار فيهم راح يصير راح اروح للاي اس ار اللي مخزن بالادرس 4. بس هيك انا بدي اعرف شو سبب الانتربت، لازم انا بالكود تبعي، لازم بالكود في بدايه الانتربت سيرفيس روتين اقول مين سبب الانتربت، اشيك. طب كيف بدي اعرف سبب الانتربت؟ بعرف سبب الانتربت بيكون الفلاج تبعه قيمته واحد، بيكون الفلاج قيمته واحد. فاذا اذا كنت عامل انيبل لتو انتربتس، لما ادخل على كود الانتربتس لازم اشيك على مين سبب الانتربت، باني بشيك على هذول التو